اعرف بحضرتك. اسم حضرتك؟ اسم حضرتك؟ اسمي ولا اسم الشهيد؟ اسم حضرتك؟ شاكر عبد الفتاح حسن. ابن حضرتك؟ واسم الشهيد مصطفى شاكر عبد الفتاح. مصطفى عنده كام سنة؟ مصطفى عنده 32 سنة وأعزب. أعزب؟ كان بيحب مصر قوي طبعا. ايه هو كنت بتسمعه بيقول ايه في آخر أيامه عن مصر وعن الثورة وعن البلد؟ كان في آخر أيامه يعني يقول يا بابا أنا نفسي يبقى لي بيت وعندي أولاد. هو كان هادي قوي يعني، حتى لما كنت أقعد معاه كان كله هدوء، حتى كنت أكلمه في أي موضوع ألاقيه يوطي في الأرض كده. تمام؟ كان يقول لي أمل يا بابا إن أنا إيه بس يبقى لي حتى لو أتجوز حتى في أوضة ومطبخ. ساكن فين يا حاج؟ أنا قاعد سيادتك في شبرا الخيمة. شبرا الخيمة؟ ميدان المؤسسة. ميدان المؤسسة. كان بيقول إيه عن مصر؟ مصر بيحب مصر لسبب. إيه؟ بيحب مصر لسبب. إن أبوه وطن. 67 73 طول الاستنزاف، الخدمة كلها 8 سنين شلنا البلد على اكتفاء. قتل يوم إيه؟ جمعة الرضا. فين؟ على كورنيش مصر اسكندرية، وهو جاي من عند أمن الدولة جايين ومجمع الصعبة بتاعته على إنه يجي هنا على التحرير. تمام. كورنيش يعني. تمام. قتل إزاي؟ هو أمن الدولة عندنا البلدة بتاعتنا اسمها دمنهور شبرا اللي جنب كلية الزراعة، جنب مكان المؤسسة بالظبط. تمام؟ ده مدخل من هنا والمخرج بتاعها من هنا وبين المساكن. الأمن المركزي جالهم من هنا، القسم جالهم من النص بالظبط بتاع المساكن، أمن الدولة عمل لهم كرتون من الناحية التانية. فبدأت الشباب تجري، فراح واخد أربع طبقات هنا يتكافى قدام الباب. الأربع طبقات في دماغهم من ورا. من الخلف. تعرفوا أسامي الظباط قتلوه؟ أنا صراحة قلت عشان يعني ما تتبددش المحاضر من الممكن الولد طبعا معروف اهو مؤهل، وبعدين الاسره كلها الحمد لله نظيفه. خفت على اني لما اقول ممكن معاون المباحث فلان ممكن يسجلوا الولد. يعني انت كنت عارف اللي قتل ابنك وما رضيتش تقول اسمه خشيه ان يسجلوه من المسجلين خطا؟ بالظبط كده. مين اسمه؟ اسم الظابط ايه؟ انا مش لازم بقى لان انا عملت قضيه. ليه؟ انت لسه خايف؟ لا يا خوف لا. طب اسمه ايه؟ الاسم بيقال انه محمد فوزي. محمد فوزي. لكن انا ما شفتوش بعيني. ايه كلمه اخر كلمه جميله سمعتها من ابنك؟ اخر كلمه جميله يا بابا انا نفسي استقر. اقول يا مصطفى عندك الورق ويعني امسك القرنان يمكن تلاقي وظيفه حتى ايه على قد ايه كده، وانا اقدر اساعدك يا مصطفى. انت دلوقتي محتاج ايه من الشعب المصري؟ الشعب المصري محتاج منه موقف. ايه هو الموقف؟ ان دي ثوره شعب، ثوره 25 يناير دي ثوره شبابيه البدايه بتاعتها وكمالتها الشعب طلع عشان يعني الخنقه اللي هم 30 سنه خنقوا البلد بيها. قال لك لازم بقى في لازم في تضحيات بس لازم اثار، لازم نهد الهرم ده واحد طول الهرم. طب يا حاج انت النهارده يعني ناويين على ايه؟ انتوا ثالث يوم للاعتصام النهارده، ناويين على ايه ان شاء الله؟ ان شاء الله اعتصام مفتوح حتى ان نقدر نوصل للمحاكمات اللي هي كمان ايه ترضي ربنا. حد جالكم من المسؤولين؟ حد من الوزراء؟ ابدا. اتكلم معاك وبعد امبارح سيادتك في الاعتصام بتاع امبارح اللي هو يعتبر ايه الجمعه، مش كان الجمعه امبارح؟ جمل بتوع الفراخ كان في هنا الجماعه بتوع العقارات بتوع الفراخ بتجار الفراخ قفلوا الطريق اليمين وقفلوا الطريق الشمال من هناك من عند اول نزله طلعت اكتوبر. تمام؟ جم حلوا لهم مشكلتهم ومشوا، وهنا محدش سأل فيها. مالناش الشهداء دي مالهمش اهتمام خالص خالص، ولا عند رئيس وزراء ولا عند مجلس عسكري ولا عند الداخليه. احنا شاكرين لحضرتك وربنا يتقبله في الشهداء، وان شاء الله يعني ينعم في الشهداء مع الصديقين والنبيين والصالحين وحسن اولئك. الصلاه والسلام.